بعد خروج ليونيل ميسي من برشلونة بحياتي أو ما توقعت يعني إني أطلع وأمدح لاعب بعينه، يعني لاعب معين أمدحه وأظني أمدحه كل بعد مباراة بعد مباراة بعد مباراة. ممكن أمدح لاعب مباراة مبارتين ويغيب مباراة مبارتين ثلاثة أو عكس ذلك يعني، ولكن إني بعد ليونيل ميسي ومجهوده الجبار كان في كل مباراة إنه أطلع أمدح لاعب بشكل عام، ليفاندوسكي كسر هاي القاعدة عندي بصراحة، خلاني أطلع كل بعد كل مباراة أحكي عنه لغاية اللحظة، باستثناء مباراة بايرن ميونخ اللي كان تمركزه ولعبه في المساحات وأداؤه والضغط كان كثير كويس، ولكن هي كانت عنده الإنهاء كان شوي سيء عنده، أو الإنهاء كان هو اللي يعني مخربط كل أموره في المباراة هذيك، باستثناء هذيك المباراة خلينا نحكي. لكن كان ليفاندوسكي رائع جدا وخيالي في كافة مباريات الدوري الإسباني لغاية اللحظة، برقم تهديفي عالي كثير وبرقم حتى بصناعة اللعب حتى بقيادة الفريق والخبرة، يعني أدواره كثير رائعة جدا ليفاندوسكي مع برشلونة في الموسم الحالي، خلاني أطلع بعد كل مباراة أمدحه. بتخيل أنا كيف لو كان برشلونة بدون ليفاندوسكي هذا الموسم، لو بقي على برايت وايت لكوديونغ حتى أوباميانغ يعني أو دي باي مثلا إنه يكون هو مهاجمك الأساسي، بصراحة ما كان راح يكون وضع برشلونة بنفس الفكرة هاي، ولا راح تترجم بعض الأهداف اللي هي مش بس إنها يعني إنه كانت الكرة بتوصل لليفاندوسكي وكانت بتحتاج بس لواحد يهدف، لا في كانت كرات بالفعل مثل هدف مايوركا امبارح، يعني لو راح رجعنا على أكثر من أهداف ليفاندوسكي بيعمل إشي رهيب جدا في الهدف بمجهود فردي وبلعب خبرة تعرف إنه هو بالفعل بيملك إشي كبير. لغاية اللحظة هاي ليفاندوسكي أنا برأيي الشخصي بشوفه أنجح لاعب في أوروبا حاليا، طبعا لعدة أسباب وأهمها إنه برشلونة في طور بناء فريق لسه مش متجانس بخلاف بعض الفرق الثانية. شكرا لكم المتابعة ويعطيكم العافية.